التي فرضها قرار مجلس الأمن، هل الهدنة فرضت من قبل مجلس الأمن أم وضعت من قبل روسيا؟ كيف من الممكن تنفيذ قرارات مجلس الأمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هناك يعني عملية التفاف من قبل الروس ليرتبوا أمورا يسمونها هدنة على مزاجهم وما يناسب الخطة العسكرية التي ينوون تطبيقها في الغوطة، المشابهة تماما لما حصل في حلب. فهم يضغطون باتجاه انسحاب السكان وتفريغ هذه المنطقة تماما كما حصل في حلب عبر ما يسمونه بالممرات الإنسانية. لذلك أهل الغوطة المدنيون فاجأوا الروس بأنهم رفضوا الخروج تماما وبدأوا يعني يحفرون المزيد من الملاجئ ليحتموا من غدر أو من إجرام هؤلاء. إذن خطة مجلس الأمن، القرار الذي صدر مجلس الأمن بخصوص الهدنة تم الالتفاف على هذا القرار، ورتبوا قرارات أصدرتها روسيا من أجل الحث العسكري ومن أجل تفريغ المنطقة. نعم، يعني ولكن هناك الروس يقولون بأن من يمنع خروج المدنيين من مناطق الغوطة الشرقية هم هيئة تحرير الشام الموجودة، أو ما كانت سابقا جبهة النصرة، هي التي تمنع خروج المدنيين. ما مدى مصداقية التصريح الروسي في مقابل عدم خروج أهالي الغوطة رغبة منهم؟ إذا قارنت عدد من هم يعني تابعون لهيئة تحرير الشام قياسا بباقي الفصائل ستجد أن نسبتهم لا تجاوز 3%. فكيف لهؤلاء وهم أصلا في أماكن محدودة للغاية في ضمن الغوطة أو بلدات الغوطة الشرقية، كيف لهم أن يمنعوا السكان؟ السكان في الغوطة الشرقية تصل منهم تسجيلات ومقاطع فيديو تدل على أن هؤلاء من طينة خاصة، هؤلاء يعني فاقوا كل صمود عبر التاريخ حقيقة، وهم يضغطون على كل مقاتل ويقولون له بوضوح شديد إذا استسلمتم فلن نستسلم، سنموت في الأقبية وفي الملاجئ ولن نخرج من مناطقنا. لذلك تنطبق عليهم صفة أنهم أهل الفسطاط الذين يعني أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ليس عاطفي إنما حقيقة، هؤلاء من طينة خاصة حيرت الروس. إذا لكن عفوا، الرجوع إلى مجلس الأمن، ماذا يفعل يعني الفرنسيون والأمريكان وكل الدول التي تكلمت بصوت عالي في الجلسة التي صدر فيها القرار؟ أين هم من هذا اللا تطبيق، من هذا الالتفاف، من هذا الإجرام الروسي المستمر؟ أليس كان من الأولى صدور فيتو أو فيتو جديد روسي في مقابل هذا القرار 2401؟ هناك أمر مهم للغاية، أن الروس اليوم حتى على المستوى الإعلامي الغربي داخل الدول الغربية حصل تغيير. في الحقيقة الصور فضحت كل الأطراف المجرمة في سوريا، حتى أن مجلة التايم أنتم تعلمون خرجت لأول مرة تعرض صور 5 أطفال يعني من الذين يعني قطعوا تحت القصف الروسي، وقالت التايم هل فقدنا إنسانيتنا؟ عندما تخرج التايم على غلافها الرئيسي بهذا القول فاعلم أن هناك تفاعل شعبي داخل أمريكا، والإدارة الأمريكية لا تأبى، إنما هي مضطرة إلى اتخاذ قرارات تتماشى فيها مع الإعلام ومع الاهتمام الشعبي داخل أمريكا بالمجازر التي تحصل في الغوطة وفي سوريا إجمالا. مندوب النظام في مجلس هذا التيار يضغط على الإدارات استطاعت أن تهدد روسيا في الكواليس وأن تقول لها هناك عمل منفرد من قبلنا مضطرون إليه إذا لم يعني يكون هناك موافقة للقرار الذي صدر. نعم، مندوب النظام في مجلس الأمن بشار الجعفري يلقي باللوم على عدم تنفيذ الهدنة بعمليات القصف التي تقوم بها الفصائل الموجودة في الغوطة الشرقية. يعني إلى أي مدى من الممكن تطبيق الهدنة مع ما يقوم به الطرفين في سوريا؟ لا لا لا، هذا دجل، لأن بشار الجعفري أنتم تعلمون خاصة في العراق أن الكذب عندما يزيد عن حده يصبح دجل حقيقة، دجل هذا الذي يتفوه به بشار الجعفري.
الفصائل لا تستطيع أن تزيد من المأساة ومن المعاناة على المدنيين، فتأتي لتقصف يعني مناطق فيها النظام. وهناك أمر آخر، هذا الأمر مهم للغاية، تستطيع هذه الفصائل طيلة سنوات وسنوات أن تقصف المدنيين الذين يعني رضخوا تحت حكم النظام، ولكنها لم تفعل ولا مرة واحدة. إذن هل النظام هو الذي يقوم بقصف دمشق ومن ثم يقول هذا الأمر أكيد؟ هذا الأمر أكيد، هذا الأمر يا سيدي سرب بوثائق عديدة عبر 7 سنوات، لأن ضرب المدنيين واتهام الثوار هذا أمر ممنهج لدى النظام ومستمر ويفعله باستمرار. لكن المجتمع الدولي لا يعلم هذه، لكن المجتمع الدولي أستاذ أسامة لا يعترف في هذه التسريبات، ويقول بأن من يقصف هي القوات المعارضة الموجودة في الغوطة، وكذلك على جميع مناطق النظام التي يسيطر عليها تقصف من قبل قوات المعارضة. إذا كان المجتمع الدولي يقصد به الحكومات والإدارات، فأعلم أنهم يعرفون التفاصيل. أمريكا لديها رقابة مستمرة عبر الأقمار الصناعية، وتعلم هناك قوس في إطلاق النار، قوس أنتم تعلمون، قوس الهاون أو قوس المدفعية، يعلمون الأقواس النارية بالتمام والكمال وبالساعة وباللحظة، وهذا صرحوا يعني عنه مرارا. لذلك هم يعلمون أن الثوار لا يستهدفون المدنيين داخل دمشق، ولا يستهدفون إلا بعض المراكز العسكرية البعيدة عن المدنيين. نعم، هذه المجتمع الدولي إذا كان حكومات وسلطاتهم يعلمون بالتفصيل، يعلمون بالتفصيل أن المعتدي الوحيد والجهة الوحيدة هي جهة الإجرام الروسي والإيراني، ومعهم طبعا نظام بشار الأسد. نعم، الأمم المتحدة رفضت المشاركة في آلية مراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، لماذا ترفض المشاركة في هذه الآلية ولم يتم إنشاء آلية فيما يخص هذا وقف إطلاق النار، مع ما طلبت به فرنسا تحديد آلية لوقف إطلاق النار؟ الأمم المتحدة في مرات عديدة عندما شاركت في الإشراف، حتى في الإشراف الإنساني على إيصال المساعدات، كان هناك انتهاكات اتهمت فيها الأمم المتحدة، وكل منظمات الأمم المتحدة التي اشتغلت في سوريا متهمة بوثائق بأنها ساعدت النظام. يا رجل، كانوا يوزعون المساعدات على مناطق النظام وشبيحة النظام، وتدخل في أي منطقة فيها يعني كثافة سكانية للشبيحة تجد المواد الإغاثية التي تتوجه للمدن المحاصرة موجودة عندهم في بيوتهم. الأمم المتحدة متهمة حتى في قضايا وقف إطلاق النار أنها تتغاضى عن جرائم النظام. لذلك يعني ربما هناك بعض الأشخاص لهم ضمير يعني استيقظ قليلا، فيقول دعونا لا نتورط في مساعدة النظام في المزيد من الإجرام بخصوص الغوطة الشرقية. ما مستقبل الغوطة المقبل في ظل تعنت خروج أهل الغوطة منها سواء إنسانيا أو بشكل غير إنساني من الغوطة؟ إلى أين تتجه الأمور برأيك؟ يعني لفظ كلمة تعنت هي يعني قناتكم قناة كريمة. نعم، يعني تعنت المقصود فيها بأن المدنيين الموجودون في الغوطة الشرقية لا يريدون الخروج نظرا لعدم الموافقة على قرار مجلس الأمن الدولي، وبأنه غير مقبول من قبل النظام والغوطة تقصف. نعم، لكن أنا أقول القضية يعني هذه العبارة ربما تقال من قبل أطراف معادية أنه تعنت، هؤلاء هذا صمود أسطوري، وهم يعلمون أن الركوب بالباصات الخضر يعني نهاية هذه المنطقة التي يراد لها تغيير ديموغرافي واستيطان لأناس من خارج الحدود ومن داخل الحدود، يكونوا يعني ليس فقط موالين، وإنهم سبقة طائفية صفوية موالية لإيران، تريد أن تجعل من حول دمشق دائرة مطبقة على دمشق، لا يستطيع أحد أن يعني في المستقبل أن يفعل شيء داخل دمشق دون رضا هذه الدائرة. لذلك هؤلاء صامدون، هؤلاء يعني لديهم الأساس المعنوي العظيم المرتبط بدينهم والمرتبط بربهم للصمود والاستمرار. نعم. وأنا أقول لك بصراحة شديدة جدا، نعم دكتور، مستقبل الغوطة مرتبط بمستقبل الثورة السورية المباركة. نعم دكتور أسامة، يعني صمودهم وصمود الثورة واستمرارهم، يعني هناك أمل كبير
بزوال بشار الأسد وزوال بشار الأسد. وصلت الفكرة دكتور أسامة الملوحي رئيس الهيئة السورية للإنقاذ، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.